ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقة كوكب الطيور والحيوانات. وحلقة النهاردة بإذن الله هنتكلم فيها عن أسباب كثرة الناموس داخل المنزل. ليه الناموس بيظهر بعداد كبيرة داخل البيت؟ أول حاجة، عشان الناموس يظهر عندك بعداد كبيرة لازم يتوفر 3 أسباب أو 3 عوامل داخل المنزل لازم يكونوا متوفرين للناموس عشان الناموس يظهر عندك ويستمر في الوجود داخل بيتك لفترات طويلة، وبالأخص في فصل الصيف. أول حاجة أو أول عامل وهو المناخ، إن يكون عندك الرطوبة والحرارة مرتفعة داخل البيت. تاني حاجة إن يكون متوفر عندك مكان لتكاثر الناموس، مكان للناموس يقوم بوضع البيض فيه، وده برضه هكلمك فيه وهحكيهولك وهقولك إيه هي الأماكن اللي الناموس بيحب يقوم بوضع البيض فيها. تالت حاجة أو تالت سبب إن يكون متوفر عندك مصدر غذاء وهو الدم. كده عندك التلات أسباب اللي بيساعدوا الناموس إن هو يستمر داخل البيت، وبكده هتبص هتلاقي الناموس بصورة مستمرة بيظهر عندك بأعداد كبيرة لأنه بيقدر إن هو يتكاثر داخل بيتك. أول سبب للتكاثر أو العوامل اللي بتؤدي إلى تكاثر الناموس هو وجود مياه راكدة داخل البيت. لو عندك في الحمام مية متجمعة جنب قاعدة الحمام، مية متجمعة جنب البلاعة، مية متجمعة جنب الغسالة، والمية ديت فضلت متجمعة أيام كتيرة، فكده أصبحت بيئة خصبة للناموس لأن الناموس بيروح عند الأماكن دي وعلى الحواف بتاعة المية ويقوم بوضع البيض. البيض بعد مرور حوالي 10 أيام فقط، يعني بعد ما 10 أيام بيعدوا والبيض ده موجود على حواف المية، بيفقس البيض وبنبص نلاقي خرج حشرة شكلها غريب جدا زي ما انتم شايفينها قدامكم، تشبه للدودة بالظبط، ورأسها بتكون غليظة شوية وتشبه للحشرة وليها عينين. الحشرة ده بتكون حشرة مائية، ولا هي دودة ولا هي حشرة، بتكون حشرة مائية بتقدر ان هي تغطس في المية وتعوم في المية، وبعد مرور فترة بسيطة خالص بتتحول هذه اليرقة الى بعوضة او الى ناموسة مرة اخرى، وتبدأ ان هي تطير وتظهر وتتجول داخل البيت عندك. يبقى كده من اسباب التكاثر للناموس جوه البيت عندك هو وجود مياه راكدة داخل البيت، في الحمام، في المطبخ، بالقرب من البلعات، بالقرب من غسالة الناموس او اناث الناموس بتختار الاماكن دي وتقوم بوضع البيت. طبعا انت لو رشيت حتى في خلال او لو رشيت حتى خلال فترة وضع البيض، لو البيض ده موجود ورشيت اي مبيد حشري، للأسف المبيد الحشري بيكون من الصعب انه يقضي على البيض بتاع اليرقات لانه بيكون مغطى بمادة، المادة دي بتكون مادة لزجة وبتكون مغطية جيلاتينية وبتكون مغطية البيضة من الخارج، فبكده اي مبيدات حشرية انت هترشها في الحمام او في المطبخ او في اي مكان مش هتقتل البيض. بعد كده بتخرج هذه الحشرات وبعد فترة بسيطة اليرقات اللي هي تشبه لي الدود ديت اللي انتم شايفينها قدامكم، وبعد فترة بسيطة بتتحول هذه اليرقات الى ناموس وتتجول في باقي ارجاء المنزل. واحد يقول لي طب هل اللي بيدخل اللي بتمص الدم دي بيكون اناث الناموس، اناث البعوض، ولا الذكور؟ الذكور مش بتدخل في الغالب البيوت الا في فترة عملية التكاثر او في وقت التكاثر، لكن ذكور الناموس بيتغذى على رحيق الازهار، بيكون في الغالب في الخارج والمناطق الخالية، لكن اغلب الناموس اللي بيدخل المنزل بيكون الاناث لمص الدماء والقيام بعملية التكاثر. طيب لو انا دلوقتي شفت ناموس في البيت، ايه هي الاسباب الاخرى التي تؤدي لدخول الناموس في البيت؟ ليه البيت بيدخله ناموس في الاساس؟ حضرتك لو ساكن في مناطق زراعية في الريف او في اي اماكن قريبة من مستنقعات او مياه راكدة او زراعات او اشجار او حدائق، المناطق دي كلها في الغالب بتكون بيئة خصبة لعملية تكاثر الناموس. لو قريب من بيتك مقالب للزبالة السندية اللي احنا بنشوفها بتاعة الزبالة دي برضه بتكون بيئة خصبة لتجمع الناموس، كل الاشياء دي كلها بتساعد على دخول الناموس عندك في المنزل، بالاخص لو انت سبت النوافذ مفتوحة فترات طويلة طول النهار فده بيؤدي لدخول الناموس داخل المنزل عندك. طب ايه هي الاضرار اللي ممكن يسببها البعوض للانسان، وايه هي المشاكل الصحيه اللي ممكن يسببها البعوض للانسان؟ في امراض خطيره جدا يقدر انه يسببها او يقدر انه ينقلها الناموس من الاجسام المصابه الى الاجسام السليمه. بيقدر الناموس او البعوض انه ينقل مجموعه امراض وفيروسات خطيرة
خطيرة، وأول هذه الفيروسات هو مرض الشيكونغونيا، وده فيروس خطير ومن أعراضه الأولية الحمى، ارتفاع الحرارة المستمر، وبعدها بيأثر على المفاصل وعلى الجلد وبيظل مدة قد تصل إلى شهور. بيقدر الناموس كمان ان ينقل حمى الضنك، ودي بيكون اعراضها نزيف من الانف او الفم، الم في البطن، ظهور دم في البراز او البول، بقع ارجوانية على الجلد بسبب النزف تحت الجلد، انخفاض شديد في الدم. للأسف العام الماضي ظهرت بعض اعراض حمى الضنك في مناطق مختلفة في مصر، وكان السبب الاساسي لانتشارها كان الناموس. كمان الناموس بينقل الملاريا وبعض امراض الدماغ الخطيرة زي التهاب الدماغ الخيلي، التهاب الدماغ الياباني، والتهاب الدماغ لاكروس، والتهاب الدماغ سانت لويس، وفيروس غرب النيل. كل دي التهابات وفيروسات بتصيب الدماغ بسبب حشرات الناموس او حشرات البعوض، وبتنتقل من الجسم المصاب الى الجسم السليم. عشان كده بلاش انك تستهين بالناموس، ولانه للأسف حشرات خطيرة جدا وبتنتشر بصورة كبيرة في فصل الصيف على وجه الخصوص. طرق الوقاية من الناموس كتيرة ومختلفة، لكن اهمها انك تمنع الوسائل اللي بتساعد الناموس جوا بيتك على التكاثر. يعني ما تديش فرصة لمياه تتجمد في الحمام او في المطبخ، جفف البلاط بصورة مستمرة مع استخدام المطهرات. سلة الزبالة تعتبر مركز تجمع الذباب والناموس داخل بيتك، واكتر مكان ممكن تشوف فيه دود ويرقات للذباب والناموس. بلاش تسيبها مليانة ومركونة فترة طويلة جوا البيت، ولازم تفضيها بصورة مستمرة في اكياس، وتغلق الاكياس كويس جدا، وترش جواها اي مبيد حشري. الشبابيك عندك لو انت ساكن قريب من اماكن زراعية او مقالب للزبالة قريبة من بيتك او اماكن فيها مياه راكدة، يبقى لازم تركب على الشبابيك شبك فتحاته تكون ضيقة بحيث انه يمنع دخول الناموس، وتقفله بصورة مستمرة، هيسمح بدخول الهواء وهيهوي الغرف عندك والبيت، وفي نفس الوقت هيمنع ان الناموس يدخل بيتك ويستعمره. وبكده هتكون قضيت بشكل كامل على الوسائل اللي بتساعد على انتشار الناموس داخل المنزل او ظهور الناموس بصورة كبيرة داخل البيت. بكده وصلنا لنهاية الحلقة عن حلقة الناموس واسباب ظهور الناموس داخل المنزل. بتمنى منك الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. كان معكم احمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.